يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن بالقراءات في الصلاة على جماعة؟ لا لا ما يجوز هذا، ما يعدد القراءات في الصلاة، يقرأ بقراءة واحدة تكفي، ويقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد من أجل أن لا يشوش عليهم، يقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد ولا يأتي بقراءة أخرى، لأن هذا يشوش على الناس. نعم.